السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة المراجع العربي. معكم محمد لاشاش، وفي هذا الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم وكما ترون أمامكم سوف نقوم إن شاء الله الرحمن الرحيم بتجربة سريعة لهاتف سامسونج جالاكسي A15 الجديد في سنة 2024، وسوف نقوم بتجربته في الألعاب. هل هو جيد للألعاب وهل ينصح به للاشتراء من أجل لعب الألعاب طبيعة الحال؟ لهذا إن كان هذا هو أول فيديو تشاهده على قناتنا، لا تبخل علي صديقي صديقتي بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كذلك ليصلك كل جديد، وكذلك لا تنسى المرور على فيديوهات الأخرى التي ربما قد تجد فيها هاتف جيد يعجبك بطبيعة الحال، وكذلك لا تنسى نشر الفيديو مع أصدقائك الذين قد يعجبهم هذا الهاتف وقد يكون هاتفهم الشخصي إن شاء الله الرحمن الرحيم في المستقبل. قبل أن نمر إلى الهاتف سوف نتحدث قليلا عن الوفاء فون عفوان، وهو راعي هذا الفيديو بطبيعة الحال. وفاء فون هو متجر لبيع الهواتف المستعملة والجديدة بمدينة فاس، يمكنكم الاتصال بهم من أجل اقتناء هاتفكم الجديد أو إصلاح هواتفكم إن كان لديكم هاتف يعني نوعا ما يحتاج إلى تصليح. هذه الأرقام الظاهرة أمامكم، وسوف كذلك تجدون رابط صفحتهم على الانستغرام أسفل في وصف هذا الفيديو. وعلى العموم إخواني أخواتي، هذا هو الهاتف أمامكم كما ترونه إخواني أخواتي بهذا اللون الجميل. صراحة ما أعجبني في هذا الهاتف قبل أن نمر إلى تجربته هو اللون صراحة الغير مألوف من شركة سامسونج. يوجد نوعا ما هذا اللون لدى سامسونج، لكن صراحة في هذه السلسلة يظهر بشكل جذاب أكثر من سلسلة الأقدم، وصراحة له منظر يعطي انطباعا جميل، منظر صيفي، لون صيفي أو بناتي حسب ما ترون إخواني أخواتي. وهذا هو الهاتف إخواني أخواتي كما ترون. سوف نمر إن شاء الله الرحمن الرحيم إلى أول لعبة من بعد المقدمة. ها قد عدنا إخواني أخواتي بطبيعة الحال مع أول لعبة، وهي لعبة ببجي موبايل. وطبيعة الحال سوف نرى ما هي الإعدادات التي يشتغل عليها هذا الهاتف، وإن شاء الله الرحمن الرحيم سوف نبدأ الآن تجربة هذا الهاتف سامسونج جالاكسي A15. فكما تشاهدون إخواني أخواتي أمامكم هو لا يشغل HDR، يشغل HD على الهاي، يشغل Advanced على الألترا، ويشغل سمود كذلك على الألترا، أي ما يقارب 40 أو 48 إطار في الثانية. على العموم سوف نمر إلى أول لعبة بطبيعة الحال سريع ونرى كفاءة هذا الهاتف، وهل يتوفر بطبيعة الحال قبل أن نمر إلى ذلك، هل يتوفر هذا الهاتف على جيروسكوب؟ سوف نتأكد من هذا وللأسف هاتف A15 لا يتوفر على جيروسكوب. إذن على العموم سوف نقوم بتجربة سريعة له فقط في الأرين بسرعة كبيرة ونكمل فيديوانا. إذن إخواني أخواتي وكما ترون أمامكم بعد تنزيل الخريطة أو تنزيل الماب كرش كل هاتف لم يعد يستجيب لتشغيل لعبة ببجي موبايل، أخيرا اشتغل. سوف أجرب إذا أردت أن تشتغل مرة أخرى، لأنني تقريبا منذ 10 دقائق وأنا أجرب أن أقوم بإدخال لعبة لكن للأسف ولكنه اشتغل الآن. وعلى بركة الله إخواني أخواتي نبدأ تجربة هذا الهاتف في لعبة ببجي موبايل سريع إن شاء الله الرحمن الرحيم حتى نمر إلى اللعبة الثانية، لأنكم كما ترون إخواني أخواتي ودائما أقولها عن الهواتف المتوسطة نوعا ما، لا يوجد أي هاتف في سنة 2024 وخصوصا هواتف سامسونج التي لا تدعم الجيروسكوب. لا يوجد أي هاتف لا يدعم الجيروسكوب للأسف في سنة 2024، ولا زلنا نرى سامسونج تضع لنا هواتف دون جيروسكوب. Thank you.
والله يا إخوة، لا أعلم كيفية اللعب دون جيروسكوب، ولكن على العموم ما يمكنش هاد البالس كاملين فيه وما ماتش. ويلي الام اسيست ميت كاع. ويلي الام اسيست ميت كاع الاخوان. انتو ما قيسوش كاع. نحن في تناوم الإخوة، نحن في تناوم. سير سير هو هنا يا خلاص تعادل. نايس. فعلى العموم إخواني أخواتي، لن أستطيع تكميل التجربة إلى هنا وتنتهي تجربتنا لهذا اليوم. فقط أمزح. انتهينا فقط من تجربة لعبة ببجي موبايل. سوف أعود إليكم إن شاء الله الرحمن الرحيم في اللعبة التي تليها. اللعبة الثانية إخواني أخواتي وهي لعبة اف سي موبايل، وكما ترون أمامكم وسوف نشاهد ما هي إعدادات الجرافيك التي تشتغل على هذا الهاتف. فكما ترون أمامكم إخواني أخواتي إعدادات الهاي لا تشتغل على هذا الهاتف، لا يدعمها، وكذلك الألترا يشغل فقط الميديوم، وبالنسبة للإطارات فهو يشغل فقط ستوندر ولا يشغل الهاي. على العموم سوف نبدأ أول مباراة بسرعة ونرى أداء الهاتف في لعبة اف سي موبايل. أعود إليكم عند بداية المباراة. بدأنا مباراتنا الأولى إخواني أخواتي، وسوف تكون إن شاء الله جد سريعة في تجربتنا، عفوا ستكون جد سريعة للعبة اف سي موبايل. أتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم أن تكون جيدة خلاف ببجي موبايل، وإن شاء الله الرحمن الرحيم هذا ما سوف نراه الآن إخواني أخواتي. سوف أترككم مع اللهبة ومشاهدة ممتعة. فيفا عمرها غتسالي هاد السكريبتات ديال والوك، بعد كيردوا لك اللعابه ديالك بحال ما عمرهم لعبوا كوره. هذيك شدها هو واعر.
غايب داتا كده. هادو ملي كيطلعو كيجيبو داك البيت ديال الكذوب ديال 90. شتي السكريبت المرض هذا هو السكريبت اللي كيخليني نكره ما هاد اللعبة هادي. انت كتباسيها للشرق الاوسط هو كيباسيها لشمال افريقيا. طلع صاحبي حنا كنفتحوا معاك اللعب دغيا باش تطلعوا انت يا ثقيله. فعلى العموم اخواني اخواتي تجربه عاديه جدا كاي هاتف من الفئه الاقتصاديه، لن نتكلم عن الفئه المتوسطه بطبيعه الحال، كاي هاتف من الفئه الاقتصاديه اداء عادي جدا. بالنسبة لببجي موبايل نسيت أن أذكر بالنسبة للأداء فهو أداء غير مقبول بالنسبة لهاتف سنة 2024. فلهذا إخواني أخواتي سوف نلتقي في اللعبة الأخيرة وهي آخر لعبة في هذا الفيديو، نلتقي بعد قليل. اللعبة الأخيرة إخواني أخواتي هي لعبة ببجي هي لعبة فري فاير كما ترون أمامكم إخواني أخواتي. فقط حتى أكون معكم صادقا يجب عليها أن تشتغل بشكل جيد في أعلى إطارات في أعلى إعدادات، لأنه وكما قلت لكم أنه هاتف في سنة 2024 غير مقبول أن يكون بتلك الجودة في على الأقل في لعبة اف سي موبايل. على العموم سوف نبدأ مباراة سريعا ونلتقي عند بداية المباراة إخواني أخواتي. ها قد بدأت التجربة إخواني أخواتي، سوف أترككم لمشاهدة التجربة وأعود إليكم عند نهايتها إخواني أخواتي. يا ودي القراية يا ود فهمش انا هاد الناس هادو كيفاش كيديروا هاد المرض هذا هاد اللعب هذا. نشوفوا دابا هاد الشيء هذا ندير هاد 200
يا بدي القراية يا بدي فعلى العموم إخواني أخواتي لن أعطيكم رأيي حول لعبة فري فاير، فهي على العموم لعبة تبقى كما قلت لكم في البداية لعبة خفيفة لعبة لايت. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم إخواني أخواتي، رغم أنه لا يمتلك أي شيء ينال الإعجاب لا من ناحية الهاردوير لا من ناحية السوفتوير. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. كان معكم محمد العشاش من قناة المراجع العربي، أشكركم على حسن المتابعة. لا تنسوا أصدقائي صديقاتي أننا نقوم فقط طأكم عفوا رأينا بكل صدق وكل مصداقية حول هذه الهواتف، فلهذا إخواني أخواتي دعمكم يجعلنا نستمر، فبدعمكم نستمر إخواني أخواتي. نحن لا نتلقى أي دعم من أي جهة كيفما كانت، فقط الوفاء فون هو من يدعمنا من ناحية الهواتف الذكية. لا تنسوا كذلك زيارة صفحتهم على الانستغرام الوفاء فون، سوف تجدون لديهم العديد من العروض، وكذلك قلتم لهم من طرف المراجع العربي فسوف يقدمون لكم بعض الهدايا الرمزية. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. كان معكم محمد العشاش من قناة المراجع العربي. ادعمونا إخواني أخواتي بالنشر باللايك بتعليق جميل، أقرأ كل تعليقات وأكون وأجيب عنها وأكون صراحة سعيد بهذه التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.